أهلا بكم. لعل التطلع الأكبر في هذه المرحلة هو إرساء وتأسيس بنية اقتصادية مصرية قوية، بالتأكيد لها الكثير من المقومات، الكثير من الأدوات. كانت شرارة البدء في مشروع قناة السويس الجديدة، لكن هذا ليس بنهاية المطاف. مشروعات تنموية عملاقة تبدو في الأفق القريب. نشهد أيضا انطلاقة الفرافرة بوصفها نقطة الانطلاق أيضا لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، بكل ما ينطوي عليه من أهمية لا تقتصر فقط على البعد الزراعي، تمتد إلى أفاق تنموية، مشروعات تنموية عملاقة، مجتمعات عمرانية صناعية، فكرة التكريس للمشروع المتكامل اللي هيوفر بالتأكيد أيضا فرص عمل كبيرة، ويحتوي بشكل أو بآخر مشكلة أو قضية البطالة اللي تبقى واحدة من المشكلات الطاحنة اللي بنواجهها على مدار عقود من زمان. بالتأكيد يعني تجدر الإشارة إلى ما تفضل به الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن التواجد اليوم في أحد مواقع الاستصلاح والتحدث عن استصلاح 1.5 مليون فدان خلال عامين، مما يعكس ما يمكن أن يقوم به المصريون، لأن في النهاية سواء قناة السويس الجديدة أو 1.5 مليون فدان وغيرها من المشروعات اللي تبدو في المستقبل القريب إن شاء الله، هي كلها مشروعات يصح التوصيف لها بأنها بأيادي وسواعد مصرية، وده في حد ذاته ينطوي على كثير من الأدلالات الإيجابية التي يجب أن نبني عليها في المستقبل القريب بإذن الله. نتوقف مع هذا المشروع، نتوقف مع هذه المحطة الأولى أو المرحلة الأولى المتمثلة في الفرافرة من خلال ما تبعناه اليوم، وما سوف ننتظر في الأيام القريبة القادمة من فعالية. وجه تحية إلى ضيفي في هذا الحوار وهذا المشهد، دكتور سعد الزنت، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بيك يا ريم. أهلا وسهلا، وألف مبروك لينا، وكل سنة وحضرتك طيب. ويعني جميل أن عام 2015 يشهد إطلاقة أكثر من مشروع، وجاني الثمار إن شاء الله متوقع أن تكون في العام القادم بإذن الله. اسمح لنا قبل ما نخوض في كثير من التفاصيل ومحاور وثيقة الصلة بهذا الموضوع نخرج لهذا التقرير ونعود إليكم من جديد. تطرق مصر أبواب العام الجديد بدفعة اقتصادية زراعية قوية تستعيد بها مكانتها كدولة زراعية من الدرجة الأولى، وتطلق معها قاطرة التنمية الشاملة من خلال مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والذي حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشينه اليوم في منطقة الفرافرة، وذلك في إطار سعيه الحثيث لرسم ملامح نهضة مصر المستقبل. وفي كلمته خلال الاحتفال بتدشين المشروع هنأ الشعب المصري، وقال إن الدولة حرصت على الإشراف على تنفيذ المشروع حرصا على أن يخرج بصورة مشرفة تليق بالمواطن المصري. قعدت كتير مع مزارعين ومع أهالينا من الريف عشان أسمع منهم بما يفيد إن إحنا ماشيين في الطريق السليم ولا لا، بالإضافة للمتخصصين. يعني أنا سمعت المتخصصين على أعلى مستوى وإجراءاتهم، وكمان سمعت من الناس اللي هم البسطاء جدا جدا اللي هم شغالين في الأراضي. وقال السيسي إن هذا المشروع يعد خطوة على الطريق الصحيح، لافتا إلى أنه خلال أيام وجيزة ستقوم شركة الريف المصرية والتي تم إنشاؤها من قبل أجهزة الدولة، ستقوم بطرح 500,000 فدان طبقا للتخطيط الأولي وطبقا للشروط والقواعد. وأوضح السيسي أنه طالب الشركة عند تخصيص الأرض أن يكون ذلك دون مرور من يرغب في الشراء على مختلف أجهزة الدولة، وإنما يأخذ العقد من الشركة مرة واحدة. وأضاف أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تسهيل الإجراءات على مشتري الأرض، وذلك بعيدا عن الإجراءات الروتينية. المشروع يسعى لاستصلاح 280,000 فدان في الوادي الجديد، وسيتم تقسيمه لثلاث مراحل. تتضمن المرحلة الأولى من المشروع زراعة 10,000 فدان، هي النواة الأولى للمشروع، والذي يستهدف زيادة الرقعة الزراعية وبناء مجتمع عمراني زراعي وصناعي. ويعمل المشروع على سد الفجوة الغذائية والحد من اعتماد مصر على استيراد الغذاء من الخارج، وزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20%،
كما أن من أهدافه تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي من محصول القمح تصل إلى 80% عام 2018. إذن نحن إزاء مشروع واعد في إطار الرؤية الاقتصادية الأشمل اللي سبق وأشرنا إليها سريعا المتمثلة في إرساء قاعدة لبنية اقتصادية مصرية قوية تواجه الكثير من التحديات ولا تقتصر فقط أيضا على ساحة الاقتصاد، في النهاية هتضرب بمقتل أي ثغرات إرهابية، في هتقدر تتعامل مع كثير من المشكلات اللي بنواجهها كمجتمع مصري، تصحح أي صور مغلوطة، تكون فعلا أدوات حقيقية تقودنا للبناء والتعمير والتنمية اللي بنتطلع ليهم، اللي يعني هم المتوقعين بالتأكيد أن يكونوا التتمة لانتهائنا من خارطة الطريق المصرية واللي كانت آخر محطتها ولكنها أخيرا وليس آخرا هي الانتخابات البرلمانية. أجدد التحية بضيفي دكتور سعد الزنط، ويعني أخلي ده يمكن أول مدخل لحضرتك يا دكتور سعد، كيف ترى مشروع مليون ونصف مليون فدان كخطوة للطريق نحو المستقبل؟ الحقيقة هو نموذج، ميزة المشروع أنه هو نموذج وميزة المرحلة اللي تم تنفيذها اللي احنا شفناها النهاردة أن هي نموذج لمشاريع الدولة بتعملها في مجال. الحقيقة ما كانش دي طريقة الأداء، الأداء دائما في المشروعات الزراعية الدولة بتقول عن تخصيص أرض في مكان معين وانت بقى ومجهودك وإمكانياتك وفي توزيع صحيح الأراضي، ولذلك تقريبا معظمها كانت مشروعات فاشلة، مش حتى المشروعات الصغيرة حتى المشروعات الكبيرة زي توشكا. النهاردة الحقيقة الدولة بتعمل نموذج جيد، أنا بعتقده من أفضل النماذج لأن بيديك نموذج مساحة أرض كبيرة متجهزة، طرق بالبنية الأساسية كاملة، إن كانت طرق إذا كانت صحة إذا كانت تعليم، يعني تقريبا قرية نموذجية. وبعدين الدولة بما أنه هو مشروع كبير وأنه هو إنتاج كبير، فمشكلتنا دايما في مصر في التسويق. الدولة عملت شركة اللي شركة الريف المصري الجديد، جزء من دورها الأساسي أنها تسوق منتجات، تجمع منك المنتجات وتسوقها، بتركز في منتجات معينة معظمها في المحاصيل الاستراتيجية اللي عندك فيها مشكلة زي القمح زي الزيوت، مصادر الزيوت زي الزيتون وما إلى ذلك. معنى كده زائد أن هي بتعمل لك نوع من الوفرة الأخرى مع المشروع، بمعنى أنك تقدر تعملي مشروع مواشي تسمين أو ألبان والدولة بتكمل معاكي في استكمال هذا المشروع. المقصد من الكلام أن هذا النموذج الحقيقة جديد على ثقافة الفلاح المصري أو الثقافة الزراعية المصرية. نحن متعودين على طريقة الزراعة التقليدية وبعدين الزراعة خلال 10 سنين تقريبا أو 20 سنة الأخيرة اشتغلت بنظام مختلف، النهارده انت بتدي نموذج حتى في الاراضي اللي الدوله تمنحها بيكون في مفهوم سابق كان متكرس عند اذهان الكثيرين ان الارض علينا والاستصلاح عليكم، يعني صرف النظر بقى ناديتك ادوات ولا لا. وللاسف معظم الناس ما كانش عندها امكانيه، خاصه الشباب بيدوها للشباب، فيجي الشاب يقعد سنه سنتين ان كان باع جاموسه ولا باع حته ارض صغيره ولا جاب شبكه مراته، ده اللي بيحصل بالفعل في الارياف، ويبدا يشتغل فيها الاصلاح، والاستصلاح بياخد فلوس كتير جدا، فبيخلص فلوس وما انتجش، فبيعمل ايه؟ يا اما بيسيب الارض ويمشي، يا اما بيبيع الارض بياخدها حد تاني وهكذا. الحقيقه كل هذه المشروعات اللي اتعملت الفتره اللي فاتت في غالبها قال الى لا شيء. انت النهارده بتعملي نموذج قابل للنجاح، ادارته مش ادارته فيه نظام الري فيه نظام حديث عشان المي، الاضاءه فيه والطاقه بالطاقه الشمسيه مش بالطاقه الكهربائيه، كل حاجه الحقيقه فيها أحدث شيء تقدر تكوني بيه نموذج قابل للنجاح في دولة أنت بتقول أنك بتعملي دولة جديدة. فواضح أن رؤية السيد رئيس أن ما عادش هينفع نفضل متمسكين لا بالثقافة الزراعية اللي موجودة ولا بمساحة الأرض اللي عندك اللي تم تأكلها، تأكلت الحقيقة خلال الأربع سنين اللي فاتت تأكل منها مساحة كبيرة جدا في المباني وما إلى ذلك، ولا في أسلوب الدولة، فبيعمل نموذج جديد. لكن أنا بعتقد ان النموذج ده الان يستكمل يعني بشكله النهائي بيقول لك ان في ده جزء من رؤيه اقتصاديه اكبر بدا يشتغل فيها الرئيس. الحقيقه بقى تقريبا سنتين بنشتغل فيها حتى من هو قبل ما يبقى رئيس للدوله، بمعنى ان انت عندك في مجموعه طرق كتير اتعملت الحقيقه في مصر، مشروعات الطاقه دي مشروعات كبيره مش صغيره،
وهي مشروعات مؤثرة. يعني في جزء منها مش طاقة بس، ده موضوع استراتيجي زي الضبع. فيها عندك المصانع اللي اتفتحت خلال الفترة اللي فاتت، اخرها من يومين بتاع الحلال، مصنع الرخام هي. فمعنى كده ان انت بتأسسي البنية في مشاريع ضخمة بقى عملاقة، زي قناة السويس، زي شرق التفريع، زي شرق التفريع، زي الخريطة الاستثمارية اللي هي شرق قناة السويس. دي كلها مشروعات ضخمة الحقيقة. فانت عندك بنيتك الاقتصادية انت بتشتغل فيها بشكل كويس لأجيال. لذلك بعض الناس بتنتقد بتقولك طب احنا ما شفناش حاجة. ما انت كنت بتشوف الاول لان كان شغله باليومية. النهاردة بكرة ما انتش عارف ايه اللي فيه. لا، النهاردة انت، انا بعتقد ان عندك رئيس لديه رؤية جيدة واضحة وبيشتغل بجدول زمني، خطة محددة تنجز خلال قد كده عشان في الاخر تديك كذا. ده انا بعتقد ان دي رؤية واضحة على الجانب الاقتصادي، زي كنا بنشتغل في الجانب الاقتصادي. واعتقد ان الجانب الاقتصادي ما بيحللكش جانب اقتصادي بس، لا ده بيحل مشاكل كتير. قد ينظر البعض لهذا المشروع وربما مشروعات اخرى يا دكتور سعد انه يختصر في الزراعة فقط، يعني رغم ان هو بالتأكيد ينطوي على افاق اخرى مهمة جدا. يعني حضرتك تقول ايه لبعض من ممكن يكون بيتبنى هذه النظرة السطحية، سواء لمشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان او مشروعات اخرى؟ لا، وفي حاجة اكبر من كده. اذا انت عاوزة تتكلمي على الناس اللي بتقول، احنا عندنا صحفي كبير من ايام كان له حديث مهم جدا، قالك انت عندك قيادة ليس لديها رؤية ولا خطة مكتوبة تستحس او تستشعر احتياجات الناس وتمشي بها في الاتجاه الصحيح. انا بعتقد اذا كان عندنا القيادة بهذه المشروعات، مش الاقتصادية بس، انت اشتغلت على فكرة السنتين اللي فاتوا في مشروعات اقتصادية، مشروعات امنية، مشروعات قوات مسلحة، على مستوى السياسي الداخلي، على مستوى الامن القومي الداخلي والخارجي. لا، اللي اتعمل ده حد عنده رؤيه كويسه، ومش بس كلام يعني، ده بيترجم على ارض الواقع. احنا بنتكلم في مشروعات. مين يقول ان مفيش قناه سويس اتعملت؟ مين يقول ان مفيش مشروعات بتتعمل على الارض النهارده في شرق قناه السويس، ومدن جديده بتتعمل، ومواني جديده بتتعمل، وتوسعات لمواني تتحول الى مواني عالميه ومرافق عالميه بتتعمل؟ مين اللي قال ان النهارده ما شافش النهارده 10,000 فدان مزروعين وفيهم ناس ساكنه موجوده ومشروع متكامل موجود؟ محدش يقدر يقول. لكن الناس اللي بتشكك في كل شيء، اعتقد ان ده دور من المطلوب منهم. صحيح. لان في ناس بتكسر في الصوره الذهنيه لمشروع مصر القادم، مش على المستوى الاقتصادي بس، على كل مستوياتك. كل حاجه بيكسر فيها. يعني في النهايه الدوله بتشتغل بصرف النظر عما يقال، بصرف النظر عن اي مساعي من بعض الاطراف ان هي تثير قلاقل، سواء كلاميه او ارهاب او ما الى ذلك. لان فعلا الحقيقة والكل يمكن يكاد يجمع على كده ان ضرب الارهاب في مقتل هو من خلال البناء والتنمية. وهي دي الروشتة اللي حصلها دلوقتي. جزء يعني من الحال. احنا كان الحياة طول عمرنا في مصر كانت كل الحلول لأزماتك الداخلية كانت بتبقى أمنية، وده الحقيقة فشل، ثبت انه فشل. زائد انك حملتي الامن، قوات انفاذ القانون سواء كانت الشرطة او الجيش النهاردة، حمل الحقيقة اكبر من حملهم. وده ما بيساعدش على انجاح الجزء الامن. لا، انت عندك في مشاكل وازمات كتير حلولها لما سبتيها انتقلت للامن، فعملت وصلنا اللي وصلنا ليه. لكن انت عندك معظم قضاياك وازماتك لا طبعا تحل بالجزء الاقتصادي. مهم يبقى عندك في مشروعات زي دي. يعني ايه؟ اولا المجتمعات جديده، ناس بفكر وثقافه جديده، حتى ثقافه العمل النهارده ثقافه مختلفه. الناس كانت بتشتغل 24 ساعه في قناه السويس، ده معناه ايه؟ دي ثقافه عمل جديده. احنا كنا بننام 24 ساعة، كنت بتشتغل بقى في قناة السويس ب 24 ساعة، والمشروعات دي أعتقد هيبقى نفس المعدل في الأداء. فبتعملي مجتمعات جديدة، بتنقلي الناس من الزحمة، بتعالجي معدل نمو السكاني مش موجود في الدنيا غير عندك أنت بس. ده مهم. بتعالجي مشاكل اقتصادية زي البطالة، زي ترفعي نسبة أو معدل النمو الاقتصادي في الدولة. لما نسبة النمو الاقتصادي بتزيد، يعني دخل الناس بتزيد، يعني في أشغال كتيرة أو فرص عمل جديدة بتتقدم للناس. الناس دي بدل ما يتجه للجريمة أو للانحراف سواء الجنائي أو السياسي، هيشتغل، هيلاقي مكان يشتغل فيه، بدل القهوة اللي احنا شايفينها اللي هي استهلاك لمجهود ولأموال كتير، لا هيبقى منتج. فالحقيقة عندك كتير من أزماتك. أعتقد أن انت لما تركزي في الجزء التنموي الاقتصادي انت بتعالجي. الناس كلها كانت بتقولك سينا ما فيهاش شغل، سينا ما فيهاش، ما قدامهاش فرص، احنا اهملنا سينا. لا، النهارده سينا تقريبا
هي لها نصيب الأكبر في الشغل. والرئيس النهاردة قال مش هتبقى بس المشاريع بس في الفرافرة، لا تقريبا موزعة لحد النوبة، لأن في ناس قاعدة. شوف رهام، احنا الفترة اللي فاتت الحقيقة وللأسف إعلام خارجي وإعلام داخلي قاعد كل يوم في مكلمة، كل شغلته يكسر في الصورة الذهنية عن القيادة السياسية وتكسير في اللي انت بتعمليه. لا، ولذلك إعلامك النهاردة خاصة إعلام الدولة بينقل الصورة، الصورة هي أبلغ رد على الناس دي. وإذا كان لسه الناس العجلة ما دارتش شوية، أعتقد خلال السنتين اللي جايين الدنيا هتتغير في مصر. والكلام ده مش بتفاؤل افتراضي، لا بالحقيقة تعملت شغل كويس جدا في كل مستوياته. بقول لك مش الاقتصادي بس، لأن الاقتصادي بيؤثر بالضرورة على البنية الاجتماعية للدولة وعلى البنية الأمنية أو الأساس الأمني في الدولة. وده أنا بعتقد ده هنقدر نشوفه خلال السنين. حضرتك مش بتشوف إن في مفردات جديدة دخلت معجمنا حتى كمصريين في الفترة الأخيرة؟ بمعنى كنا قبل كده نقول الإرادة السياسية غائبة، لا هي حاضرة بقوة في هذه المرحلة. نعم. سرعة الإنجاز، المكاشفة، نعم، والشفافية مع الشعب المصري. نعم. بالتحديات، سواء نعم التحديات دي كانت إنجازات أو عقبات، وإزاي ده ممكن يستقيم بالنسبة من المشروعات اللي هنتكلم عنها. فكرة تانية كمان دكتور سعد، الحقيقة الدروس المستفادة، إن إحنا ما بنقولش ما كانش في أخطاء قبل كده، ما كانش في مشروعات قبل كده فيه في كثير من جوانبها الإخفاق، لكن إزاي إحنا بقى نستفيد من ده وما نكررش أخطاء الماضي إذا طبقنا ده سواء على المشروع اللي إحنا بصدده النهاردة أو أي مشروعات مستقبلية بالنسبة. شوف إحنا بالفعل في عندنا بيئة جديدة للعمل بما فيها ثقافة العمل الجديدة، وجزء منها زي ما بتقول المفردات او الجمل او نبره التفاؤل اللي موجوده. لكن انت خدي بالك قبل تقريبا في العشرين سنه اللي فاتت كان في عندك، وانا بقول الكلام ده دايما، كان في منظومه فساد، ومش منظومه فساد اداري ولا مالي بس، لا منظومه فساد واداري ومالي واخلاقي وقيمي، وفي كل تقريبا مؤسسات الدوله. لحد ما مصر تحولت من فساد الاداره لاداره الفساد، وكان عندك مجموعه قليله حاصطوا على كل مشروعات القطاع العام، وكل المشروعات تقريبا اللي كانت ناجحة أطبقوا على مفاصل اقتصادية في الدولة. كان في بعضهم سطوته أكبر من سلطة الدولة، لدرجة بعضهم كان بيعمل التشريعات الاقتصادية اللي تخدم أعماله، ولما ما تليقش ليه أو لا تروق ليه كان بيلغيها أو يعدلها تاني. ده كان موجود الحقيقة. أنت عندك ما فيش الكلام ده النهاردة. النهاردة أنت مش هتقدري تقولي أن الفساد بيخلص بسرعة، لأن الفساد تراكمي، والمنحنى للانحدار اللي احنا كنا فيه ده خد فترة طويلة، وبالتالي القضاء عليه أيضا بشكل تدريجي فترة طويلة. طبعا انت عندك النهاردة بقى فيه وزير بيتقبض عليه وتحبس، ده ما كانش موجود. عندك رجال أعمال كبيرة بتتحبس، ما كانش موجود. في عندك قضايا فساد كتير بتعلن عنها. فالحقيقة الجو أو البيئة دي هي البيئة الأولى كانت حاضنة للفساد. انت بتحاول النهاردة انك تخلقي بيئة غير قابله حتى الرئيس في تعليمات المحافظين الجدد، لان المحليات انا بعتقد انها مستنقع للفساد بكل صنوفه الحقيقه، كل 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 صوره، ان على الاقل نوقف الفساد لغايه كده. يعني الفتره اللي جايه ما يبقاش في فساد الى حد ما، ونعالج في الفساد اللي فعلا مهم جدا ان يبقى عندك وتعمل جهاز لمكافحه او حاجه عليا لمكافحه الفساد، وده مهم جدا. فأنت كل مفرداتك الجديدة، وأنا بعتقد إن إعلام الدور برضو مهمة جدا في أنك تسوقي مشاريع الدولة، تسوقي الجمل اللي فيها تفاؤل الناس. والحقيقة زي ما بنقول المشروع مليون ونصف مليون فدان ليه أبعاد كتير جدا، إلا أن بالتأكيد لا يستهان بالبعد الزراعي وبالأصداء الزراعية الإيجابية اللي بالتأكيد هيخلفها هذا المشروع التنموي والقومي العملاق. نتوقف مع هذا البعد الزراعي بالتأكيد والأصداء الزراعية لهذا المشروع. وبيتواصل معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الهادي حمزة، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة. تحية لحضرتك يا دكتور عبد الهادي. يا اهلا وسهلا فندم. حضرتك الله يعني قراءة حضرتك لمشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، وايضا دلالة ان تكون الفرافرة هي نقطة الانطلاق الاولى او في اطار المرحلة الاولى لهذا المشروع. هو اولا حضرتك مسألة التنمية الافقية، اي زيادة المساحات المستصلحة والمستزرعة اللي تضاف إلى المساحة المزروعة حاليا، حتمية
وضرورة لكل زيادة سكانية. نعم. يعني ليس أمامنا سوى هذا الأفق حتى يمكن إحداث تنمية حقيقية في مجال الزراعة اللي هي بتخدم أولا إمداد السكان المتزايدين بالتراب بالغذاء، وبتمد الصناعة بالمواد الخام والأولية، فهو تحدي كبير جدا وطال انتظاره يعني بالفعل يعني. ومبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال إصلاح الأراضي وأن يبدأ بهذه المساحة الضخمة اللي هي 1.5 مليون فدان، ده يعتبر الحقيقة إنجاز حقيقي نحن كنا في انتظاره طويلا، لأن مجال إصلاح الأراضي مر بمراحل الحقيقة قوية جدا ثم بمراحل ضعيفة، والآن حيث يبدأ بهذه المساحة دي تعتبر يعني بادرة طيبة جدا. ولكن احنا بنشوف ان المشروع ده يا دكتور في اطار الحلول غير التقليديه، بمعنى ان القواعد اللي كان معمول بيها في السابق ان دايما الطريق الاسهل بيتمثل في توزيع الاراضي الزراعيه على الناس والمستثمرين ويترك لهم العنان بقى ان هم يجتهدوا في عمليه الاستصلاح. يعني الجديد اللي بينطوي عليه المشروع ده هذه المره واللي فعلا بيكرس لفكره في المطلق حتى ان احنا يعني نوفر حلول غير تقليديه لمشاكلنا على كافه المجالات والاصعده. شوف حضرتك، هو يعني تجارب استصلاح الأراضي الزراعية في مصر تجارب غنية جدا وثرية. ففي الستينات تم استصلاح مديرية التحرير وكان مشروع عملاق وأحدث يعني طفرة، وهو تقريبا التعويض يعني الحقيقي الحالي للأراضي اللي تم البناء عليها وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية في الدلتا، وأصبح الوادي بيضيق بسكانه. فليس أمامنا مجال إلا التوسع الزراعي الأفقي، ليس فقط في 1.5 مليون فدان، ولكن كانت هناك خطة طموحة للاستصلاح واستزراع 3.4 مليون فدان حتى عام 2017. للأسف الشديد بنقترب من عام 2017 وما كناش بدأنا في استصلاح شيء. فهذه بداية طيبة ولننطلق إلى استصلاح ما يزيد عن هذا ونتوسع أفقيا، لأن الوادي والدلتا بتضيق بسكانها. والتجربة الزراعية اللي يجب التنبيه ليه هو أن المزارع المصري لابد من الاعتماد عليه. لابد من الاعتماد على هذه الخبرة المتراكمة عبر آلاف السنين. المزارع المصري قادر على استصلاح واستزراع الأرض والوصول بها إلى إنتاجية فوق الحدية. وأيضا كانت هناك تجارب جيدة ومثمرة بالنسبة لخريجي كليات الزراعة، وده بعد هام جدا لابد أن يؤخذ في الاعتبار، أن الأرض لا توزع كده عشوائيا. صحيح. لابد من توزيعها على من هم أصحاب الخبرة ومزارعين يعني في مراحل معينة هجروا إلى بلاد في السعودية وفي العراق وفي ليبيا وفي غيرها. يعني إحنا أولى بجهد هؤلاء الناس، والمسؤولية في النهاية ما بتنتهيش بتسليم الأرض، يعني ده مش نهاية المطاف، ده ممكن يكون بداية عملية واللي بينطوي عليها طبعا كتير من الاعتماد على يعني صغار المزارعين، الاعتماد على شباب الخريجين من كليات الزراعة أصحاب الخبرة، ولا بد من تدريبهم على 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 الزراعة والإنتاج. وإحنا عندنا ما شاء الله يعني في كليات الزراعة منتشرة على في أرجاء الجمهورية في جامعات مصر كلها، يمكن تدريب والاعتماد على أساتذة الكليات الزراعة. في مشكلة جادة جدا أيضا يا دكتور عبد الهادي، يمكن المجال مش للكلام عنها بشكل مفصل دلوقتي، الإحجام نفسه عن الالتحاق بكلية الزراعة يعني، وفي المفروض يكون في كتير من لا ما هو كان انتعاد لو حضرتك عرفت سبب الإحجام. لو في أفق له، ده أحد أهم عوامل تشجيع الالتحاق بكليات الزراعة.
ان يكون فيه لهم مستقبل في الحصول على اراضي. هم كانوا على فكرة بدأوا بانه يعطوا للخريج 50 فدان في الخمسينات، بدأوا يدونهم 30 فدان في الستينات، وبعدين توقف الامر وبدأوا يوزعوا 5 أفدان على كل خريج ايا كان ان شاء الله خريج كل الطب. يعني ان شاء الله من منطلق الحراك اللي حاصل دلوقتي يتوقع تعاطي افضل في الفتره اللي جايه باذن الله. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. طبعا اضافه الى يعني شركه الاستثمار الزراعي، انا اسفه يعني هضطر اسف ان اكتفي بهذا القدر لضيق الوقت. شكرا. ونشكر حضرتك جدا على هذه الافاده المفيده، دكتور عبد الهادي حمزه استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعه القاهره. وارجع للدكتور سعد، اخذ تعقيب من حضرتك دكتور سعد على الكلام اللي هو لمس نقطه، الحقيقه نقطه مهمه ان انت وكملتي مع حضرتك ان ملف الزراعه محتاج مش ارض، مش اداره المشروع بس، في حاجات قبل وبعد بتخدم على المشروع زيها زي ملفات كتير، بمعنى انه مرتبط بالتعليم. التعليم الفني مهم جدا ان احنا نهتم بيه. بالحقيقه انا مش لاقي تفسير لوزاره قريب اتعين فيها وزير للتعليم الفني ثم الغيت الوزاره. انت محتاجه فنيين الحقيقه، مش بس بكروس التجاره، ما انت محتاجه دبلوم زراعه طبعا. لان دبلوم زراعه ده له شغل، وكليه الزراعه ده له شغل ارقى شويه في الناحيه العلميه، زي وزي كل ملفات مصر. احنا عايزين نعالج كمان نظره المجتمع الخاطئه، النظره الدونيه بالنسبه لهذه الاعمال للاسف. انا بقول لك انت عندك حاجات اخرى كتير بتخدم على المشروع. صحيح. مش هينجح لوحده. انت محتاجه تعليم يكمل، انت محتاجه اعلام يسوق الصوره الجيده لهذه المشروعات، انت محتاجه انك تحشدي المجتمع بالكامل اتجاه انجاح هذا الملف. والحقيقه في اضافه يا دكتور سعد، يا ريت حضرتك كمان بشكل طبعا افضل مني اكيد تكلمنا عنها، ان يكون في نظره واعيه وجاده وحقيقيه ومستحدثه لمتطلبات سوق العمل. انت في عندك في امثله برضو، في جزء في ثقافه العمل عند المصريين. ان فتك المير اتمرغ في تراب. اي حد النهارده في مصر ممكن يبقى في مكان بياخد فطاعة خاص 5000 جنيه. لو لقى في الحكومة 2000 جنيه سيب ده واشتغل في ده. ليه؟ لأنه دايما المصري بيبحث عن الأمان. ولذلك أنا قلت قبل كده كتير، الدولة طالما بتبني مؤسساتها من جديد يجب أنها تعيد هندسة منظومة البناء للإنسان المصري، لأن أنت محتاجة. وده هيبقى جزء من ثقافة المصري، أن هو يطلع يقبل أو يمشي في خط ويحترم المهنية. يعني إذا كان نجار ولا سباك ولا زراعي ولا أيا كان، ده جزء هتبدأ تشتغلي فيه مع التعليم في مراحل التعليم. مش الجزء الفني، لا أنا بتكلم على كيف تغرسي ثقافة أو تغيري ثقافة مجتمع. أي. ومش محتاجها في دي بس، لا أنت محتاجها حتى في لغة الخطاب الديني، محتاجها في إعادة جذور الوطنية للجيل الجديد. يعني أقصد من الكلام، زي ما بتبني مشروعات وبتبني مؤسسات كبيرة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو غيره، أنت محتاجة تعيد بناء الإنسان المصري، لأن سماتنا الشخصية حصل فيها انحدار، قيمنا الأخلاقية وهي آخر طبقاتنا الإنسانية حصل فيها تآكل خلال العقود الماضية 5-6. يعني هي الشخصية المصرية تبقى متأصلة بالتأكيد، لكن احنا عايزين ننفض من عليها التراب. يعني تبدأ، لا هي لو نفضت التراب هتلاقي المصري برضه عايز يتمرغ، لأن دي ثقافة طويلة من زمان، لأن أنت كنت من الأول كلنا كنا فلاحين، كانت المجتمع المصري مصر بلد زراعي في المقام زراعي، فله ثقافة معينة. أنت النهاردة عاوزة تندمجي في أو تدمجي الناس في مجتمع ومجتمع في مجتمعات أكبر، اختلفت الثقافة. حتى الفلاح في أوروبا في بعض الأماكن مش زي الفلاح بتاعنا، مختلف، اللي هو النظام الجديد أو النموذج الجديد اللي عاوز يعمله الرئيس، إن هو يبقى أكثر وعيا وأكثر قدرة على إدارة إمكانياته واستثمارها بشكل يدي عائد أفضل. ده المفروض. لكن انت زي ما بقول لك عاوزه تغيري ثقافه المجتمع، لازم ترجعي تهتمي. واحنا طالما بنبني مشروعات طويله الاجل، كل مشروعاتك الحقيقه اللي بتتعمل دلوقتي طويله الاجل، يتزامن مع الكلام ده انك تعيدي بناء الانسان المصري بشكل تراتبي، في بحيث تكوني برضه بالشكل تراكمي في ثقافته، واهم ما في الثقافه التعليم، ثم الاعلام، ثم الاسره، ثم المسجد، ثم الكنيسة، ثم المجتمع المدني. كل ده مع بعضه يحشد إمكانيات الفترة اللي جاية، بحيث إن احنا نغير المفاهيم. هل احنا ابتدينا فعلا نبص للأمر بالشكل المنظومي اللي حضرتك بتتكلم فيه ده؟ إن مش بس جهة واحدة المعنية. شوف يا أقولك بلا عشان ما نقعدش نلف وندور، ليس لديك في مصر منظومة متكاملة
أو مدرسة فيها نظام متكامل ومنضبط سوى القوات المسلحة. بعدها تأتي المؤسسة الأمنية. لكن كل منظومات الهياكل الإدارية في كل مؤسساتك ما فيهاش الكلام ده. ليه؟ لأن حصل أنت عندك ترهل شديد حصل في الفترة اللي فاتت. ولذلك بقولك أنت تعملي زي محمد علي. أنا أعتقد الرئيس بيعمل زي محمد علي بالضبط. لما الأزاهرة تعبوه في التعليم عمل إيه محمد علي؟ سابهم زي ما هم بتعليمهم بالجمود اللي كان موجود آنذاك، وخد كم حد من الناس اللي هم عندهم مهارات أخرى طلعهم فرنسا علمهم، اكتسبوا ثقافة جديدة وجابهم عمل التعليم الموازي. انت النهاردة مجتمع الزراعة في مصر النهاردة بما فيه هذه الوزارة الصعبة الحقيقة جدا جدا عتيقة، واعتقد ان الفساد في هذه الوزارة زي هذه المحلات عتيق وعميق، فانت هيسيبها. بس انا افتكر دكتور سعد العقبات ايام محمد علي ما كانتش بهذه الصعوبه، يعني ما كانش فيه الفكر المتطرف المتنامي، ما كانش فيه الاطراف الخارجيه وبعض الاطراف الداخليه اللي بتأبى ان يعني هذا البناء يحدث في الاساس. معطياتك النهارده اكثر تعقيدا وتشابك، والمسؤوليه هنا اكبر. ولذلك بقول لك بس في عندك اعلام بيسهل الحياه وصول الرساله، عندك تعليم بطرق وباليات حديثه النهارده تقدر تسهل الرساله، عندك منظمات المجتمع المدني تسهل الرساله، نسبه التعليم اكثر بكثير من ايام محمد علي تسهل وصول الرساله، يعني على قدر كل سياق زمني وله بيئته اللي تقدري تديريها بالشكل اللي يديك افضل منتج. فالنهارده انت بقول لك المجتمع الزراعي عندك في مصر الحقيقه او مجتمع الفلاح في مصر الحقيقه مطحون. طبعا مطحون. طيب انت هتعملي ايه؟ لان برضو الثقافه المغلقه للفلاح المصري وضيق المساحة وتعدي على المساحة الزراعية والخلل اللي في منظومة الأسمدة وفي منظومة التسويق للمنتجات، انت عندك لغاية دلوقتي قطن من سنين فاتت لسه ما تسوقش. عندك قمح بتستوردي النهاردة، انا سامع حد بيقولك انك بتستوردي 90% من الزيت اللي انت بتستعمليه، بتستوردي كل قطنك من بره عشان تدخليه على شغلك، وانت القطن المصري موجود. الكلام ده خلل كبير، ولذلك لن تستطيع انك انت تستكملي بناء في ناحيه واحده. العمليه عاوزه رؤيه شامله، وعشان كده احنا عندنا جاهز السيد الرئيس عمل مجموعه من المجالس الاستشاريه، الا لسه في مجلس استشاري سياسي، لان احنا محتاجين الحقيقه ناس يبقى عندها خيال سياسي، ناس تقدر تربط بين الماضي وبين اللي جاي، ناس عندها رؤيه مختلفه تفكر بشكل ابداعي. الكلام ده الحقيقه في مجال السياسه، وهو انا في تقديري هو المجال الام لكل المجالات اللي انت بتشتغلي فيها. اذا تمكنتي من افراز او استنهاض بعض القيادات الشابه في مصر وقدرتي تديها دورات تدريبيه وقدرتي تصوني المعارف بتاعتهم وجهتهم بشكل مظبوط، احتمال كبير انك تقللي الفتره الزمنيه اللي تنهضي بيها قاطره للدوله. لان انت لو بصيت يا استاذه هتلاقي ان اللي بيشتغلوا في مصر قليلين جدا دلوقتي. انت محتاجه ناس كتير، محتاجه مزيد من الاخلاص والامانه ومسارعه الخطى، يعني ثقافه الانجاز. يعني ما افتكرش فيك الكلام بيخلو لسياده الرئيس فكره ان احنا عايزين نسبق الزمن. لا، هو الرئيس شوفي الرئيس لما في كل مؤتمر وفي كل افتتاح زي ده بيتكلم في موضوع الزمن. ليه؟ لان احنا محتاجين، عندك نسبه نمو سكاني عاليه جدا، لازم تلحقيها بالانتاج. دي نقطه. في نقطه اخرى اعمق بكتير من اللي احنا بنتكلم فيه، اعتقد هي في بؤر تركيز الرئيس. الدنيا من جنب كلها بيحصل لها عمليه اذابه واصهار، انت بس اللي ماسكه نفسك، وانت كنت السواده في لوحه التنشين لغايه 30/6/37 ولا زلتي. مش هيعفيك من القدر اللي هو مخطط ليكي الا اذا تمكنتي من تنميه الذات. تنميه الذات مرتبطة بزمن وأهداف وخطة وتنفيذ، وده اللي مركز فيه الحياة السيد الرئيس. أنا عايزة أرجع يا دكتور سعد للسياق اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه، دور القوات المسلحة. سيادة الرئيس السيسي أشار إلى أن مشروع 1.5 مليون فدان هو مسؤولية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إسكان وطرق وخلافه، وده يخلينا برضو يعني نتعرف بشكل أكبر على دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في دفع قاطرة التنمية في مصر، وعلى سبيل المثال الحصر هو المشروع أيضا نحن بصدده. شوفي الهيئة الهندسية القوات المسلحة كلها الحقيقة، مش الهيئة الهندسية بس، لها دور الحقيقة وطني.
ابتداء طول عمر القوات المسلحة المصرية لها دور وطني ما بتتخلش. احنا دايما في أزماتنا وكوارثنا اللي بينقذنا منها القوات المسلحة. هي بدأت تشتغل شغل مختلف شوية، خاصة زي ما حضرتك بتقول الهيئة الهندسية. الهيئة الهندسية بالمناسبة عشان الناس برضو بعض الناس وكتير بقوا بيطلعوا في الإعلام يتكلموا على إنه هو إيه، هو الجيش ياخد كل الشغل، هو الجيش ما عادش لا الجيش ما بياخدش، الجيش بيدير العمل في هذه المشروعات. ومعنى الإدارة إنك ما بتتدخلش سوى إنك أنت تحط المواصفات المضبوطة للهدف اللي أنت عاوزاه وخطة تنفيذ مدى زمني زمنية ومالية بأقصى اللي بتحقق لك أقصى جدوى اقتصادية للمشروعات، وبتطرحها للناس المدنيين. واللي مسؤول عن الاستلام هي القوات المسلحة، ده بيضمن الإنجاز في الوقت المحدد ليه، تعظيم الاستفادة زي ما حضرتك تفضلت وقلت. تجاربنا قدامنا، تجارب موجودة عندنا. تبصي على الطرق اللي اتعملت الحقيقة، بصوا على الطرق، بصوا على الكهرباء، بصوا على كل حاجة اتعملت، بصوا على قناة السويس، بصوا على المشروعات اللي بعد قناة السويس. كل المشروعات الحقيقة اللي دخلت فيها، شوف القوات المسلحة لازالت هي المدرسة الأكثر انضباطا وأكثر فهما وأكثر وطنية. ولذلك اللي بينتقدوا الجزئية دي أعتقد إن هم زيهم زي اللي بقول لك الناس بتوع المكلمة بتوع كل يوم اللي بيتلموا يعملوا مندبة أو مكلمة، وللأسف فيهم كتير كنا بنعتبرهم النخبة بتوعنا قادة الرأي. يعني أهم حاجة إن إحنا نلتفت لأولوياتنا. أنا بقى سؤالي اللي جاي بالضبط كده، سؤالي اللي جاي يا دكتور سعد، دلالات لحاجات كتير. يعني لما رئيس يقول أستمع إلى المتخصصين والبسطاء العاملين في الأراضي وكذلك كبار المستثمرين في مجال الزراعة، في إفادة أيضا من سيادته إلى أن المستثمرين كانوا بيطلبوا بمساحات كبيرة وبيقولوا أن هم ليهم دراساتهم الخاصة، أبدى عدم الممانعة في ذلك وأن ممكن ليهم اتباع النماذج المطروحة والتصورات الخاصة بهم. قراءة حضرتك لذلك. شوفي، معنى أن الرئيس يستمع لأهل الخبرة، احنا عندنا رئيس مش لازم يكون بيعرف كل حاجة، لا، عمر القائد او رقم واحد في مكان ما يلزم انه يعرف كل حاجة، لا، لانك مش هتقدري مهما اوتيتي من عمق ثقافة وموسوعية المعرفة مش هتقدري. فمعنى انه بيقعد يسمع الفلاحين واصحاب الاراضي والوزارة الزراعة والفنيين، اذا هو عاوز يكون فكرة عشان يفهم، لان القرار هو في النهاية هو اللي بياخد القرار وهو المسؤول عن القرار. فكل ما كان عندك الجزء الفني مهم جدا في اتخاذ القرار، فدي ثقافة جديدة كانتش موجودة أو كانت موجودة وأحيانا تغيب عن القيادات عندنا، وده مهم جدا. مهم أن أنت تبقي رقم واحد في مكان عارف التفاصيل. هنا لما تبقي في التلفزيون وعارف التصوير والإخراج وده وده والمونتاج، كل ده بيبقى في الآخر لما تيجي تاخدي قرار فوق الجزء الفني أنت فهماه. وزي ما بقول لحضرتك، المجالس المتخصصة زائد الاستشارية زائد الجلوس المستمر، وانا بشوف الحقيقه واحنا كلنا بنشوف الاعلام بيقابل الدكتور فلان بيقابل فلان، ليه؟ بيحاول قدر الامكان، لانك مش هتقدري تصوبي قرارك في التوجه الصحيح بالشكل الصحيح في الزمن الصحيح تكلفه اقتصاديه انت لوحدك. يلزمك طبعا حواليك ناس، بس يلزم يبقوا ناس عندهم، وانا بعتقد موجود. انا عايزه وقفات سريعه جدا في 30 ثانيه، حصاد عام 2015 ومؤشرات اللي هيكون عليه عام 2016. السؤال حي بيفرض نفسه، يعني شوف انت حققتي عشان الناس برضو ما حدش يقدر ينكر اللي انا هقوله ده على الملأ. حققتي في الجانب الاقتصادي، عملت بنيه اساسيه للاقتصاد قوي جدا لعقود طويل عندك من غير تفاصيل واخرها النهارده. على المستوى السياسي انجزتي خريطه المستقبل وبقال لمؤسساتك شكل تستطيع انك تكملي بيها قدام الناس بره، وده استكمال لمنظومه الديمقراطيه اللي بيتكلموا عليها وجننون عليها، انت خلصتيها. على مستوى الامن، الامن افضل بكتير من السنه اللي فاتت. على مستوى القوات المسلحه رفعت كفاءه كل فرقك القتاليه، عملت تنوع للسلاح له معنى. لما تجيب الرافال القاذفه المقاتله طويله المدى، ولما تجيب المسترال في التوقيت اللي انت فيه النهارده وانت عندك مشاكل ربما تكون احتكاكات في باب المندب في وسط افريقيا في شرق المتوسط، اذا انت بتشتغلي بشكل مظبوط. دوائر الامن القومي بتاعتك، اتجاهاتك الاستراتيجيه سواء الشرقيه او الغربيه او الجنوبيه، وده على فكره ده مثال يعني وفقا لما اتسع عليه الوقت، لكن بالتاكيد في المزيد وبنتطلع بعد الحلقه ان شاء الله المزيد من الانجازات. انا سعيده جدا بصحبه حضرتك، بشكرك جزيلا دكتور سعد زنت مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه واخلاقيه.
سنة طيب. كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وحضراتكم طيبين، بشكركم على هذه المتابعة، وبتأكيد متابعة تتوالى على شاشة النيل الأخبار لأصداء ما تم اليوم وإطلاق إشارة البدء للفرافرة في إطار هذا المشروع العملاق المتمثل في استصلاح مليون ونصف مليون فدان. كونوا معنا، إلى اللقاء.